والآن ننتقل إلى مؤتمر صحفي لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع الذي تعقده رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي في اليوم الثاني من قمة زعماء مجموعة الدول الصناعية المنعقد في مقاطعة كيبيك الكندية. للفتيات في المناطق الصعبة من العالم والمواقف الصعبة حتى تستطعنا المضي قدما وأن يعبروا تلك المواقف والأوقات الصعبة في مجتمعاتهم. وفي هذا السياق أنا أسعد بما حققه هذا المجلس وسعدت باللقاءات التي جرت هذا الصباح، ثم أنقل الكلمة إلى السيدة رئيسة المجلس التي ستطلعنا عما سنقوله اليوم. شكرا سيدي رئيس الوزراء، السادة الحضور، يشرفني اليوم أن أكون معكم، وأنا هنا اليوم معكم لأن معظم أعضاء هذه المجموعة قد أدوا عملا رائعا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وبعد مضي 20 عاما من العمل الميداني في المساواة بين الجنسين أرى أنني أتفهم جيدا بأن أتفهم جيدا بأننا قمنا بعمل جيد، وأشكركم على هذا المستوى، ونفتتح هذه الجلسة. أشكر كل القادة على وجودهم هذا الصباح وكل المندوبين من الدول المختلفة، وأن يقوموا برحلة إلى هذا المكان. أشكركم على حضوركم، وأنا أعلم أنكم تتناقشون في أمور هامة. أشكركم جميعا. إذن تابعنا معكم مؤتمرا لقادة الدول السبع الكبرى المنعقد في ولاية مقاطعة كيبيك الكندية.